ما تبقاش هاد المنطقة حكر على ناس غرباء، ماشي غرباء يعني مفهوم، يعني ناس بعاد على المنطقة كيجي يصوروا كيستغلوا المناظر ديالو، كيستغلوا لي فيزاج، كيستغلوا لي فيغوراسيون وكيمشيو. وبعد مرات كاع ما كنشوفوا هاد الأعمال، ربما كتعرف في قنوات أجنبية وما كنشوفوهاش. ثاني واحد حاجة، علاش ما نقلبوش على الناس ديال المنطقة؟ ربما عندهم حتى هما إمكانيات، لا بالنسبة للتمثيل، لا بالنسبة لكتابة السيناريو، وكاين الناس اللي عاونونا حتى في لا تكنيك. لقينا الناس اللي كيديروا المونتاج هنا ولاو كيقلبوا ولاو. دونك انا كتبان لي هذا ذكاء، علاش ان ولا هذا وثاني فيلم يصور في زاكورا، يعني تصور هنا من دوره، من هنا واحد 10 دورات غيولي عندنا 10 ديال الافلام قصيره تصورت كلها في زاكورا وفي منطقه الصحراء. وحنا كنعرفوا على ان مثلا في كل عام كيتصور اكثر من 60 ولا 70 فيلم كل قصير تحت دعم المركز السينمائي المغربي، ولو فيلم واحد كيتصور في المناطق الجنوبيه. جات لوكازيون على نقولوا هذه المناطق راه فيها مناظر، فيها شباب، فيها وجوه، فيها حب لهذا الميدان. واكيد انا فجيت لهنا السفري كانت عندنا تصوير متعب، ولكن واحد لقيت لان ما كاينش شي باب تقينا عليها. مثلا غنصوروا في واحد المنزل ما كاينش شي واحد اللي قال لنا ها بشحال مرحبا بكم، وبعد مرات كيعرضوا عندنا الغداء، وبعد مرات كيعاونونا، وبعد مرات كيهزوا معنا، وبعد مرات يقول لنا ما بغينا والو غير جبدوا سميت زاكورا. هذا شيء زوين، الناس كتحس عندهم واحد الاحساس زوين، عندهم داك الحرق على ان المنطقه ديالهم غير معروفه. ولا شتي التفاعل ديال الجمهور ملي كيشوفوا الفيلم، كيشوفوا المنطقه ديالهم، كيسمعوا الاغاني ديالهم في الفيلم، كتحسي بداك التفاعل ديالهم.